معكم اليوم يا الرمضاني، يا رمضان رمضان يا رمضان. النهار الاول كنا كنقولوا رمضان كريم الله اكرم، دابا عواشا مبروكه وعيد مبارك سعيد. ايوا هكذا نتمنى ان شاء الله، ان شاء الله هذا الشهر هذا يكون يعني بالمغفره والثواب والاجر الكثير، وتقبل الله صلاه الجميع وصيام الجميع وقيام الجميع وسائر الاعمال ان شاء الله الرحمن الرحيم. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. اهلا منير مراد والسي جمال، وتحيه لجميع الصديقين وصديقات البرنامج. تحيه للجميع. كنعتذروا على هذا الروتار القصير شي شويه، لانه اليوم وكاين واحد التقليد في جميع واحد العدد من مساجد المملكه، ليله 29 كيكون في هذيك ليله الختم، فتقبل الله منا الجميع سائر الاعمال. اليوم غادي نهضروا مباشره على الاشياء اللي عشناها في هذا الويكاند والمباريات اللي عشناها في هذا الويكاند ومجموعة من النتائج، وكذلك التحضيرات على قدم وساق لكأس إفريقيا للفوتسال المقررة بالمغرب. كاين نهضة بركان الذي كان على شفا حفرة من الإقصاء من دور الربع ديال كأس الكاف، مباراة قوية مع فريق أبو سليم، ماشي قوية من حيث المستوى لكن كانت واحد الندية، وكان حتى عاوتاني مشاكل التحكيم ونهضة بركان مازال كتطرح عليه مجموعة من التساؤلات حول ماشي فريق اللي كيدير الفعل ولكن فريق ديال رد الفعل، خصو يكون مزير وخصو يكون خاسر عاد ديك الساعه كتشوف نهضه بركان كيدير لا رياكسيون. الحديث على منافسه كاس العرش واكتمال نسبيا عقد المتاهلين لدور الربع في انتظار المباراه المؤجله ديال الدور الاول وديال الدور الثاني، المتاهل بين نهضه بركان والجيش الملكي اولا، ثم الفائز منهما في مواجهه نهضه الزمامره، واللي ربح منهم عاد غيلعب مع فريق اولمبيك التشيره. نبدا معك بعدا فخر الدين، الاستعدادات لكاس افريقيا للفوتسال، ما نهضرش على الفريق الوطني المغربي، نهضر على المنتخبات الافريقيه اللي جات وكتلعب دي ماتش اميكو مع الانديه المغربيه. مزيان. المنتخب الغاني ربح فريق الرجاء 5-4، الرجاء دوزيام ديفيزيون. المنتخب ديال انغولا ربح فريق ديال عصبه الغرب 4-1. لوكوس القصر الكبير ربحوا منتخب موريتانيا 6-1. ومنتخب وفريق اسود الخبازات قنيطره ربحوا منتخب ناميبيا ب 11-3. اش بغيتي تقول؟ قول لي انت. لا هذا تقديم شويه صعيب، يعني ملي كتشوف هاد النتائج بهاد الناس اللي كيستمعوا لينا دابا وشوفوا هاد المنتخبات اللي مشاركه وشوفوا كتنهزم بهاد الحصص مع انديه اللي هي ناقصه من اللاعبين الدوليين ديالهم بحال الخبازات واللوكوس ديال اكادير وديال سميتو لوكوس قصر الكبير وهذا، ف غادي يطرح واحد على بس يفهم. ولكن واش نقدروا نقولوا واش حنا اللي حنا من ناحيه الفوتسال والتقنيه اللي كيتوفروا على اللاعبين ديالنا قادرات دير الفرق في هذه المباريات هذه تخلي على حد ذكرت لي بعض المنتخبات اللي انا بوني شخصيا ما راه مأهله لكاس افريقيا جو سي هما مأهله لكاس افريقيا، حيت دابا كتعطيني مأهله لكاس افريقيا صافي دير كوا مأهله لكاس افريقيا شكون هما هذوك بمعنى دارت اقصائيات ما عاد درتي الاقصائيات مع شي حاجه كارثه على هذا الشيء اللي شتي دابا ما كاينش ديما حنا كنهضروا على القضيه، كاين واحد تفاوت في في في, في, في المستوى فاش ما بغيتي لا تقني ولا امكانيات ولا لوجستيكيه ولا حتى حاجه ما تقام قاده. فانا كنظن بانه المشاركة ديالنا احنا اولا نتمنى من غير لا كانت شي حاجة تطر على واحد شي حاجة شي 1%. انا بالنسبة لي لا لاقب راك انت بطل مستبعدة جدا جدا. اي بغينا نخليو هذاك الواحد 1%، خلي ذاك الواحد في المية مولين حتى في الفوتسال ذاك 1% راه كيكون ضيق ضيق بزاف، لان عندك حق لان الفوتسال ما كيخليش كاع هذاك فما عليناش حنا اللي كنتمناو الدراري يديروا دي بون ماتش، وعلاش لا ماتشات استعدادات، لان كتقول انت حنا دابا الشغل شادين ولا كوب ديمون كوب ديمون شنو خصك تقول؟ ما تطلبش شي حاجه اخرى منير. انا ما لا بالعكس انا شي هذا الشيء بما انه دابا رئيس الجامعه وفوزي القجع عضو ديال الاتحاد الافريقي عضو ديال المجلس التنفيذي ديال لافيفا، راه نهضر على الصفه ديالو كعضو، واش ما نكونوش حنا المغرب هما لان افريقيا هذا هو الفضاء ديالنا، راه هادشي اللي عطى الله هادشي اللي كاين هاد المنافسه الوحيده اللي كتجمع الفريق صافي واش ما يكونش شي مبادرات مغربيه مع الناس ديال الكاف، خلقوا شي منافسات الانديه، خلقوا شي منافسات ديال الفئات الصغرى، نجروا معنا الناس بعدا شي شويه على الاقل، او لا نشوفوا الاتحاد العربي، لان حتى الاتحاد العربي على الاقل بعدا كاين السعوديه كاين الكويت كاين
كاين مصر ما عرفتش. فالمغرب وقال غير وقع لك بحال الجيش الملكي في كره القدم النسويه مع باقي الانديه. تبغيتي نقدروا تبقى تلعبوا مع راسك. لا نديروا ذاك التفكير ديال اللي دارت قطر فاش شاركت في الكوبا امريكا. يا ريت مزيانه. واش هو واش تلقى اش اللي كان دابا تولي انت كتخرج تبحث على النيفو ديالك العالي حيت الا لقيتي مع هادو ما غاديش ما غاديش تزيد. ما كتزيد ما اوروزمون ليكيب ناسيونال ديالنا كتمشي تلعب مع منتخبات دوليه باش كتلقى ديال داك الاحتكاك. وما لا عاودتي كي قلتي امول هنا لا ما كاين شيء. ما كاين والو داكشي على قد الحال. المنتخب الموريتاني يشرف على تدريبه السي عبد الله السلامي اطار وطني مغربي. وكان يعني في حوار سابق عاود لينا على موريتانيا تهم يلاه غيبداو الثقافه ديال الفوتسال شويه باقي. قال لك راه غنبداو باقي ما كاينش قاعات يعني بداو الفوتسال في الهواء الطلق بعدا عاد ديك الساعه غيبدا ياخذوا دوك الدراري اللي كيلعبوا في الزنقه شويه عاد يلاه فباقي بقي عمل كثير. كانوا جوج ديال القوى اللي هما مصر ما عرفتش شنو اللي وقع عليهم ما كاين لا استمراريه لا والو. وليبيا في عهد ديك الساعه ولد القذافي السعدي القذافي كان المنتخب الليبي قوي لانه كانت امكانيات وكانوا كيخرجوا. فمنتخب الوطن المغربي الان مقبل على منافسه كاس افريقيا والمباراه مع انغولا. نتمنى التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم الخميس المقبل بقاعه المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط. نهضة بركان والفوز ديالو على فريق ابو سليم الليبي 3 هذا الماتش. الى بغيت تكلم انا غتكلم على الشوط الثاني حيت الشوط الاول ما كانش نهائيا يعني ما ظهرش فيه كاع الهضره بركانيه بالوجه الحقيقي ديالو والمستوى ديالو وكانت هناك اغلاط. حتى الشوط الثاني عاد باش تسجل عليه الهدف ولكن مولاي سامبيش با غادي نشاطرك الراي تنقولوا بانه مباراه اللي يا ريتكم ما تنتهاتش بداك الشكل اللي انتهات به وما غيساليش داك الشيء. انا نقول رايي انا كنظن ما غيساليش انا غنقول رايي ديالي بكل امانه. قول له شنو تكلمنا على نهضه بركان في وقت مضى قلنا ما بغيناش نهضه بركان تكون عنده واحد السمعه بحال اللي عند تي بي مازيمبي فوالا ولا داك التيران ديال بركان لانه فراقي جا وتشكى. عرفتي هذا هو المشكل تشكاو كل واحد من وجهه نظر. كاين اللي كيكون كيتشكى على شي حاجه يمكن كاينه وكاين اللي كيتشكى على شي حاجه اللي هكا. انا بكل امانه البارح ما عرفتش انا الحكم شنو عطى لنهضه بركان مثلا. لا ما كيحتجوا على الوقت ماشي عطى واش ديك 10 دقائق ديال الوقت. لا شويه حيت اللي غيعطيك فخر الدين ما يلغيش لك هدف ما يلغيش لك ما يلغيش لك خذا حتى هذه معنا معك حتى انا معك في هذه القضيه هذه اللي بغا يدير. ولكن انا كنقول بانه الحكم الخطا ماشي الخطا انا جو بونس ما عرفتش انايا هو اللي عنده مكانه هو اللي عنده كل شيء. توقيت بانه 15 دقيقه من غير واحد العشرة اللي كان كيعلن عليها قبل ما يسالي الماتش ومن غير واقيلا هذاك الوقيته ديال الكره اللي رجعوا فيها احسبوا دابا. لا داك الشيء كان خايب امونيا. انت دابا كتقول انايا كنتمنى من كتقول بصراحه ديك سميتو ولكن راه الليبيين ما قبلوهاش. راه داك الشيء اللي داروا ليه راه واحد داه معاه هذا كان جارو راه شفتهم كان غادي به هذاك كما كانوش البوليس كان غادي. انت يمكن شتها شنو وقع راه مشيت تبعت شنو برا وشنو تقال وهذا شنو تقال غادي يبقى يتقال اموني. راه هادشي شوف الله يرحم والديك ملي كنكون نهضر انا هنا في هذا الراديو وتنبدا نقول راه خصنا علاش. انا كنعطيك مثال بالشامبيونز ليغ ديال اوروبا علاش امونير دائما لا بلاتي لا خليني مابقاش تقول لي انت الا كنتي معايا دابا هنا انا معاك انا معاك تبقى تقول لي لا ما نعطيوش واش اش غادي نعطيوش ما نجحوش ما غنجحوش امونير ما نجحوش ما بغيتيهاش حتى ما كتوقعش توصل شي نهار نهائيا افريقيا نهائيا والله العظيم الا ما ولكن ملي كنسمع اجتماعات وهذا الشيء ديال الحفلات وهذا الشيء ديال شتي سوبر ليغ اللي بداو بداك الزواق وداك النقل المباشر للماتشات والفار والملاعب الكبيره وداك تقدر تعول شويه يقدر يكون فيها ديال لا لوجيك. بي مازين بي ما قبلوش يدخلوا ليهم المطرح حباس اسيدي غنهزو حنا لتيران اخر ما نزيدوش معاك الهضره كاع حيت كاينه الفيفا الفوق. واش ديما الكاف غتبقى الفيفا هي اللي تجي تنظم لك حتى المسابقات؟ اي ولكن انا اللي كيضرني في خاطري هو انا الفيفا غدا تقول لك اسيدي انا كاع يلا قابلوا راسكم شوفوا شنو غديروا غتقول لي الفوضى. وراه دابا تصور معايا نهار هادو قلت لك انا واحد النهار هنا في الراديو تصور معايا الفيفا شي نهار تعيط لهم وتقول لهم يلا تكلفوا
شغلكم هذاك تكلفوا به ما تبقى حتى حاجه. حيت انا البارح هذاك الشيء ضرني في خاطري انا ضرني كنت كنتمنى مباراه سالب بفوز ديالنا ضربه ركنيه ولا بتعادل ولا هزيمه. انا ماشي شغلي انا اللي كيهمنا البارحه منير غير هو راه قلتيها راه المستوى ديالنا ضربه ركنيه يطرح. واش قلت لك انا عاد غندوز المستوى هضرت بركنيه بلاتي ونتكلموا على حاجه اخرى. قلت لك عندك راه كاينين فروق ديال شمال افريقيا هذا العام بزاف حتى هي غنسولك فيها الله يرحم باك. راه غادي تلقى واحد المشاكل كبيره مزيان غنلصق لك هذه مع هذه باش نسد هذا المحور. راه والله العظيم لا نتحامل على نهضه بركان. انا غير طرحت اكثر كدافع على جيت انا قلت هذا الحكم هذا بهذه الحيحه اللي دارت. دابا علاش مونير كتقول شي حاجه اللي ما قلتيها حيت تراكمات؟ لا علاش كتقول شي حاجه اللي ما قلتيها؟ قلتي لا نتحامل. انت كتحامل عليها؟ ما كنتحاملش. علاش قلتيها وانت ما قلتيها؟ لا علاش كتقول هذا الشيء؟ انت ما قلتي والو. انت بالعكس كتقول انت كتقول ضرني داك الشيء اللي داروا الاخرين. خلي عليك هذاك الشيء. انت كتقول بانه شتي الحكم بانه ما دار حتى شي حاجه. باش ما درتش شي حاجه وين التحامل فينا؟ ما عطاكش جو سي. ولكن هما الهضره اللي كدور دابا توقيت ما غتحيدهاش لهم. والله يهديك وكون شويه لوجيك مع راسك ما غتحيدهاش لهم. تحيدهاش لهم هما ما تحيدهاش لهم اللي معاهم. واه ما عادش يسكتوا تيكيتا لصقات فينا زعما ما خايب ما بغيناهاش. هادشي اللي بغيت نقول لك. الاتحاد الافريقي لقجع بركان. الاتحاد الافريقي لقجع وسير حيدها لهم. دابا المستوى ديال نهضة بركان ولا ناخذ واحد الفاصل من عند مراد ياك فاصل لان مستوى نهضة بركان انا صراحه قلت لي شمال افريقيا وهذا ابو سليم راه ماشي شمال افريقيا. يلا دابا يلا دابا اخ مؤخرا وراه ما كديرش ديبون ماتش عند سته التعادلات وستاد الهزائم وقلت لك ذاك النهار ديك فريق اللي الله مولاي يبحث عليه. يلا فوالا فاصل مع مراد ثم نعود. كارتي فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه. استفدوا من العروض الحاليه شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم. التسليم في الحين. اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 0011. امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. وانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا. تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ اي اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artiste. البطولة من 9:30 ل 11 الليل مع منير فخر الدين وإيمان على شادي اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام. حنا غادي نقراو التعليقات ديال الاصدقاء غير انما نبقى معك فخر الدين في مستوى نهضه بركان كيف شفتيه البارح؟ لا بص صراحه هاد السنه هادي منذ البدايه وحتى الالتحاق دابا ديال الشعباني باقي المستوى ديال نهضه بركانيه ليس بذاك الفريق ديال هادي واحد سنه او سنتين كيفاش كان كيظهر المستوى ديالو. وتكلمنا عليه اكثر من مره لا من خلال الدور ديالو في البطوله وحتى دابا كتيك داك النهار الا بغى يشتغل يوصل للقمه خاصو يزيد يجتهد ويزيد المدرب انه يلقى واحد التوليفه من اللاعبين وتشوف واحد الشكل ولا طريقه في اللاعب. انا كيبان لي منير مازال بركان كيتعذب وكيف ذكرنا تكلمنا انا وياك
فهذا الفريق اللي لعبنا معاه فريق اللي هو ما غاديش يساوي دوك الفرق الاخرى اللي ديال ليبيا اللي هي كانت معروفه في المشاركات ديالها. على اين تكلمنا عليه انه فريق ماشي ضعيف وتقدم مباريات في المستوى، وخير دليل على ذلك هو التاهل ديالو. هذه النقطه حطيناها. ومدرب تونسي اللي عنده تاهو الخبره وعنده ما يضيف لهم، هذه كلها عوامل خلات على انه كانت المباراه الارضيه الملعب ديالك. يمكن ان نهضر بركانيه ولا اللاعبين واش ما خداوش المباراه بسهوله، تاع السؤال خصو استصغار الخصم، لانه يمكن دخلوا على اساس. وانا ديما تنقولها طونسيون، راه شمال افريقيا يغمضوا عينو تاعي وعندهم كويريه، راه ماشي بحال جنوب الصحراء. جنوب الصحراء كتجينا استداجة كثيره، اغلاط بزاف ديال الحوايج. شمال افريقيا ما يتعاطقش معاك، من اضعف فريق داير شمال افريقيا ما تيتعاطقوش مع الحكم، كيعسوا على الصغيره والكبيره. هما بادين قبل الماتش. ايوا علاش بادين قبل الماتش؟ بادين مع قبل الماتش. عمر علاش دابا حنا دوك جنوب الصحراء كيجي كيلعب معاك مسكين عادي، كيخسر وكيجمع حويجاته وكيمشي. هادو زيدهم على الفرق الاخرى اللي كانت تستقبلتي هنايا ودارت لك المشاكل. من هذاك الفريق اللي كان فيه الشعباني براسو نيت ديال المصري بورسعيد، وماشي غير. اذا انا كنظن البركاني الا بغات تحيد هاد اللبس ولا هاد اللغز ولا جو سي با، خاصها تحاول انه الفريق يدخل يربح بواحد الطريقه وما يخليش الجرام ديال الشك للحكام ولا اي واحد، باش على الاقل تبقى مرتاح. دابا هذيك التعادل وهذاك الوقت اللي تزاد ديال 15 دقيقه ولا سي با كوميا هو اللي طيح، حيت هو ملي كتقول انت اش واقع، ما كاينش لك ضربه جزاء، ما كاينش شي حاجه حيدها لاربيت. بالعكس كتشوف الحكم المصري كان من الاول، واش تاهو مأثر عليه داك الشيء قبل؟ ما عرفت تاهو مأثر عليه هذا الشيء. ما عرفت سي محمد منصوري، غتعاود تفكرني عاوتاني غتقول لي يا الرجاء شحال هذه. شوف هذيك الحقبه هضرنا فيها ورجع شوف اش كنا كنقولوا فيها، الله يجازيك بخير، لان الامر فيه جوج ديال الفرق المغربيه وحنا عارفين الطرف الثالث اللي والسياق العام للكره المغربيه شنو كان ديك الساعه. ما لا يتسع المجال نبقى نعاود هذاك الشيء. هذيك 2019 وكون كان بركان نيت والقجع عندهم ذاك البوا، ما كانش الزمالك غتدي ذاك الكوب هذاك العام، وما كانش الحسنيه غتعفط عليها الزمالك. عفطات عليها تما، عفطات عليها الظلم الواضح، وما كانش الوداد يوقع عليها ذاك الشيء في رادس. دونك حنا غير جاتني بحال لصقات فينا واحد التيكيتا، راه باقي كتأدي الضريبه ديالها في كل مره. دابا اي دور الجاي مع اتحاد العاصمه، وجاد لي عاوتاني الهضره اللي غتقال في البلاطوات قبل الماتش وبعد الماتش، وزيد. ولكن راه فخر الدين لخصها لكم في الاخر، المستوى ديال نهضه بركان يكون بعد الفريق هو الاول واجد. وديك الساعه سير فوالا سير تناضح مع عباد، ما كاينش مشكل. لحد الساعه الفريق اللي باقي فيه لو دوت، فيه الشك بزاف. بزاف كيتمحن، خصك تتزيروا ولا شي حاجه. لا ولكن امونير زيادتك اتونسيون، اللاعبين الليبيين القلده ديالهم وداك الشيء كتشبيه شويه ومني تلقى واحد الفريق اللي هو كاباري وهذا، ما تقدرش تحل العاصمه ما تشجلش عليه. عندهم خبره مع غاريدو، عندهم خبره تاع العاصمه، عندهم خبره مونير، عندهم خبره كبيره على هذا ابو سليم، راه حامل اللقب ديال العام. ايوا يلاه واحد كان لا حامل اللقب مع مدرب اللي تا هو بن شيخه، لا اتحاد العاصمه دابا مع غاريدو. مع غاريدو، غاريدو تا هو عنده واحد المونتاليتي وعنده تا هو واحد، ما نقولش لك. نتمنوا خير وعلي، نتمنوا التوفيق لفريق نهضه بركان. صراحه نشوف الله يجزيكم بخير، هذا راه موضوع حنايا كيف كتعرفونا لا نخشى في ذلك لومة لائم، كنهضروا في داك الشيء اللي كاين. ولكن عفاك ماشي اللي عنده شي حساب عاوتاني ضيق في شي جهي، الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين. صافي خلوها في عفاك، خلوها في هذا الماتش، حيت مونير حبسوها في هذا. شوف حبسوها في لقاء جرى البارح، حيت عرفتي علاش هذه القضيه هذه اللي كيهضروا على شي وحدين، راه كذبه كذبها البعض وصدقها البعض الاخر، مع العلم ان الواقع كانوا حكام راه كيجيو تكرفسوا علينا هنايا وفي الاخر شنو فينا هو البوا، فينا هو هذا الشيء. على اين نهضت بركان نيت العام اللي فات، راه تقصات في بركان مع اتحاد المونستير على سبيل المثال، يلا سير. ولكن على اين
سيمونير انا السفل عندي ناقص ما كنكملش 90 دقيقه وكنعرف الديشي مزيان المزيان وفاش نخسر باربعه والله حتى نحضر الراس ونخرج وما نتغاوتش على الجمهور ولكن كنعرف نطيح في التيران فين نقدر نلعب باش من فرقه في البطوله والا فيك هذه المميزات الخصال الخصال كاع الفرق تقدر تلعب الخصال الحميده اللي كتوفر عليها اسماعيل الشرادي سيمونير حضي راسك في جوان راه المحامي ديال الجامعه قال سمع عنده ما يدار اش اخويا احنا واش الجامعه من الله يهديكم الله يهديكم السلام عليكم عشركم بروكا سؤالي لسيف خير الدين اطال الله في عمره بغيت نعرف منه شكون اللي بان ليه غادي يكون بطل الدوري الانجليزي هذا العام على المانا ارسنال وليفربول عندهم 71 70 70 سيتي 70 70 70 وعاد الماتش اللي تلعبوا البارح كنا كنهضروا في شي حاجه وبغيتي ولا لا بدا ما تهضر عليا الماتش اللي تلعبوا البارح راه عنده الحق عطيه هذه البطوله هذه كي دايره ويلي ويلي البريمير ليغ وهضراك من البريمير ليغ وهذا جواب للصديق ديالي اللي قال لك علاش تصنفوناها والله الا هي اللي مصنفه راسها لا مصنفه راه تكلموا عليها حتى في الباطو فاش ما كيقول لك بانه احسن شامبيون دابا ما يمكنش ما تستثنيها ما تقولش احسن شامبيون شوف فيها ثلاثه ديال الابطال ابو العتاهيه السلام عليك علاش في النوادي الاوروبيه كتلقى لعاب داز عندهم نص نهار دائما مفكرينو في عيد الميلاد ولا ماركاشي بيت ولا جوج عندنا مثلا في الوداد الرجال لعاب عطاو عمرهم وما كيتفكرهم حتى شي حتى كيمشيو عند الله و الله يسامح ابو العتاهيه انت من عصر لا داعي لي والسي حميد قال لك الحباب الغاليين حفظكم الله الله يعفو علينا من منظومه البطاطا راح ماضت بزاف هاد البطاطا الساعة العاشرة ناخذوا فاصل مستمعينا الكرام من بعد نمشيو نشوفوا منافسات كأس العرش والمباريات ديال تمون النهائي اللي تلعبات هاد الويكند دابا كتسمع الشدا اف ام تجمعوا الحباب كاملين ملت فرحتنا اليوم يا سيدي الله فرحتنا تدوم تجمعوا الحباب كاملين ملت فرحتنا اليوم يا سيدي الله فرحتنا تدوم كملت فرحتنا اليوم يا سيدي الله فرحتنا
البطولة من 9:30 ل 11 الليل مع المدير فخر الدين وإيمان على شادي فام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادي فام. فين غادي بالسلامة مراد ياك لاباس؟ أتهاجر؟ صافي خلعتي العالم هادشي الهجرة جماعية. شي واحد كان واحد الصديق كان ديما كيكتب لنا تعليق فيه كلمة الهجرة. منافسة كأس العرش دور الثمن النهائي اختتمت المباريات في انتظار التعرف على آخر متأهل. أولمبيك تشيرا راه واقفين كيتسناو شكون اللي غيدوز من ليفار نهضة بركان وفريق نهضة الزمبرة. باقي المباريات جرات هذا الويكاند. نبدا معك بالمباريات اللي فاش خرجنا هنا نهار الجمعة كانوا ملعوبين. هل كنت تتوقع ديك الرجعة ديال الاتحاد التواردة مع أولمبيك خريج ب 10 اللعابة؟ سول على راسك انت انا عاود سولت وذكر علاش وذكر وقول وذكرت شي لاخر قال لي فخر الدين راه غادي يرجعوا الاتحاد التواردة وغادي مازالي وخا ب 10 وكاين هذيك السيطرة كاع كلها. انا مالهم عندهم الكرة في رجليهم. طرق 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 10 لعابة عندهم الكرة في رجليهم أمونيا 10 ديال اللعابة تاكتيكمون هنا انت خص تخدم انت دير سميتو سير نومبر لا عند من عندك انت اولمبيك خريبلو استغلوا هو استغلوا تطردوا واستغلوا انت اللي خص تستغلوا الوقفه ديالك ودير على اين توارقا رجع ولكن خسر في ضربه ترجيح. الحظ كان مع الحارس اللي دخل لي رومبلاسا الحارس اخر ما عرفناش هذاك مسكين اش عنده عنده اصابه غتغيبوا واحد المده من الوقت. كسر الصور ديالو كسر في شوفي شفت الصوره الله يجيب لي الشفاء مسكين الله يجيب لي الشفاء. على اين مباراه ديال كاس العرش كتقول عليها انت دائما هي هذه هي هذه كتعطيك مره كتعطيك الوجه ومره كتعطيك وجه اخر ولكن كيبقى لك شي مفتوح على كل احتمال. ما عليناش انا كنقول اللي شاف خريبكا لا بريمير ميطون وياك هنايا هي وتوارقه انت في الطرد وداك الشيء قلتي واش في الاوف انا وياك ديك مونير اتونسيون راه توارقه مازال يرجعوا لانه تيران صغير والاكسبيريونس يمكن عند تورقا كاع اكثر من عند اولمبيك خريب قال انه اعتمدوا ملي كدوز واحد العام في مع القسم الوطني الاول حتى ولو انه ما كاينش بزاف ديال الفرق ولكن كتربح واحد شويه ديال الاكسبيريونس هي اللي ربحات تورقا جابت بها كيف كنقولوا حنا داروا ماتش بهذاك الشكل خسروا بلي بينالتي. شوف ضربات ترجيحيه كتبقى دائما مساله حظ حتى ولو تقول لي انا اللاعب كيضيع يعني اللاعب كيضيع وبعض المرات الحظ راه هو اللي كيكون في من جات في هشام خلوه اللي ايوا شوف مع الواحد ما يتقلقش وما يغضبش يعتبروا هذه المباريات ديال كاس العرش اي واحد كيتمنى يوصل لفينال. دابا هما ديجا لا اي واحد كيتمنى يوصل لفينال يلعب لفينال يكون عندك واحد لو تيتر في الخزينه ديالك فائز باللقب ديال 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 كاس العرش. هذا هو هاد اللعابه شنو هو ديما كنقول لك شكون قال لك انا اللعابه شنو انت كتهضر على كاس العرش ما يحس بها غير اللي وحنا اللي هز ديك الكوب شوف ماشي غادي يحس بها في العهد ديال المرحوم حسن الثاني عرفتي شنو ثم الملك محمد السادس حتى فاش كان ولي العهد سيدي محمد ايه وهو منين جا سلمنا في سميتو راه تقريبا انا خديت كاس انا من عند المرحوم الحسن الثاني في الرباط وفي 94 في كازا جا عاوتاني المرحوم الحسن الثاني ودخل عندنا التيران السونتار هنا دار واحد لو جيست تبارك الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار كيفاش دخل وذاك اللبس الانيق وكيفاش كيعيط علينا لا انا لا هشام الغار وكيفاش غادي معانا معنقنا وكيفاش غيقول لك لعبوا الكره بلا ما فهمتي كيفاش بلغنا واحد كلمات والحكم كيفاش توا جا هو اللي غادي يعطيني انطلاقه ديال المباراه. جلس واحد ميم با واحد 20 مينوت ولا اون ديميير وخرج هو ودريس البصري الله يرحمهم وخلى شكون اللي بقى الامير محمد السادس سيدي محمد ديك الساعه هو اللي غادي يعطينا الكاس ولكن الصور بقات عندنا الصور ديال المرحوم الحسن أن الملك حاضر في الماتش هو اللي كنقدم ليه اللعابه بحال اللي قدمتهم ليه في الرباط يا سلام ما عاوتاني في الرباط مع اولمبيك خريبكا كانوا دو فينال في ذاك النهار دو فينال وهنايا عاوتاني في الرباط هنا في الدار البيضاء سبحان الله العظيم عاوتاني اللي كنقدم ليه في اللعابه وشيء جميل منير والله العظيم كي قلتي انت كاس العرش ويلي دابا كاين الصور دابا اللي عندنا في الدار
هادو هما الصور الحمد لله اللي زائد عليهم داكشي ديال كاس افريقيا مع عيسى حياته ومع الرئيس ديال البشير ديال السودان, عمر حسن البشير. يعني انا هادشي كل اللي بغيت نجر لك هو كنقول لعاب يبحث على تاريخ, يكون عندك واحد شويه على الاقل كتبحث على القاب, كتبحث على انا ندير تحرميات نرجع لكاس العرش. هذا كافي باش الله يجزيكم بخير ردوا لهاد المنافسه. ماشي الهبه ديالها هي, راه عندها الهبه ديالها غير البرمجه ديالها تكون واقت باش نبداو نقلبوا التام يكون والو عن نبرمجوا كاس العرش. داكشي ديال كي يتشارجوا فرق يخليوا مبدا التنافس بين الصغار والكبار, راه هادشي باش تبنات كاس العرش من الاول. وخليوا عاوتاني داك اللعاب طيله الموسم يحلم, راه كان عارف فينال كانوا كيحلموا به الناس ديال داك الصف الوقفه وغادي يسلموا على العائله الملكيه. فكاس العرش هي هادي. نرجعوا للمباريات ديال دور الثمون. الرجاء يحقق التأهل بمدينة المحمدية على حساب شباب المحمدية 1-0. تعذب واش تعذب ولا هو بغي تعدب؟ لا تعذب, تعذب وهو بغي يعذب راسه كالعادة. زيمباوي واحد قطع زيمباوي رانا شتو قاعد واحد جاست البوزوق ما توشتي ولا لا في دوزاميطون فاش واحد الكره كيقول لهم زعما علاش ما يضربش اوليو بيعطي داك الباس بديك الطريقه, هو ما بقاش بغى يشوف هذوك لي تيت باس اللي ما مفادو بوالو, لان واحد الزيرو ما كانش كافيه. المحمديه في خبارك في دوزام ميطا في المحمديه في 10 دقائق من دقيقه 80 حتى الدقيقه 4 اللي زاد بدل الوقت بدل الضائع راه كلها كانت تقدر محمديه, وسيرتو لي كورنير مونير كانوا عندهم مزيانين المحمديه. والله اخويا كنتاسف لدوك الدراري بالله, وما عندك ما تاسف. واحد العدد منهم بعدا شوف الدراري ما كتشدهم الكاميرا وجههم صغير, صغار دراري صغار في وجههم وكل شيء, ولكن الغالب الله كيف كنقولوا حنايا خاصهم تأطير وماشي ديال لون تيرم, يكون شي وياده ويكونوا مهيئين كياكلوا كيتخلصوا ناشطين. بزاف ديال الظروف كتنقصهم. انا روكي قديت به داكشي اللي قسم الله حيت ولد الفرقه ولد المحمديه, دابا الزياتي راهي الزياتي حقا ما حقا, راه غدا نجيب هذا. ماشي هكا غادي نتمشاو, ماشي هكا. والمؤسف هو الفريق كيفاش بدا هذا العام ولا كيفاش بدا؟ لا كيفاش هذيك البهرجه الاولى اللي وقعت جوج طاليانيين ومدرب سيميوني هذا اللي عند اتلتيكو مدريد. ماشي سيميوني, خليه سيميوني نيت سيموني لا سيميوني سيموني ولا جوان ديالو ارشيلوتي وما عرفت شكون هذا. مدير تقني حرمه الله, مدير رياضي حميدو ورقه, الدخول على اللعابه والانتدابات وداك الشيء, ولكن الفريق غادي اكثر من الجهد ديالو في نهايه المطاف. اكثر جيبي ماشي 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 اكواكا مونير وشنو غادي اكثر من ماشي غادي اكثر ماشي غادي اكثر بنادم اللي غادي ما تقولش لي بنادم هو الاصل ديال بنادم. والله واحد لوبيراسيون انا اللي نقدر نقول لك نجحات شباب محمديه وهي اللي عطات واحد النسبه من هاد الدراري وكانت مع الزياتينيت فاش كان مدرب ديال الاسبوار هي فاش قلبوا هذيك الساعه على الدراري مواليد 99 2000 كانوا كيجيبوهم يلاه ربحتي بهم شي, ولكن كيف قلتي واش غتعطيهم الظروف المواتيه مال المريحه باش خصهم يخدموا دابا عند وليدات وخصهم يكونوا مرتاحين. هادو ما تلقاش جوج ثلاثه اللعابه لاعبين راه ديجا ملي كدير انت ماتش بهذا الشكل مع الرجاء اسمح لي مع الرجاء مع بزاف الفرق. لا انا بعدا ديجا البارح ملي كتشوفهم واقفين وهذا راه ديجا با مال. الرجاء شنو كان خاصو البارح قبل ما يسجل الهدف ومن بعد ما سجل الهدف؟ لا انا شوف وفي الطريقه يعني كيفاش كيبداها بدوك الكونسيرفاسيون دو بال تغييرات من هنا, ولكن خاص انا دائما تنقولها لك ليفيكاسيتي في الكره, في الكره خاصك تسجل. واش شوف ما كاين شوف ارضي عليك ما تقلبش ليا على شي لا 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 لا, لا, لا ماشي جواب ولا شي حاجه اخرى. انا هذا الشيء اللي قلتيه الكره ما عندك ما تقلب. واش انا الفعاليه ما بغيتش تسمع انا ما نضيعش انا انت عطيها الفعاليه ولا المعقول. شوف عطيها الفعاليه عطيها اي عنوان انا غنقولها هكا بالكره باللغه ديال الكره خاصك تسجل خاصك تماركي يا مولاي انا ما تفلاش خاصك تماركي واحد وجوج وثلاثه واربعه وقات لعب وانت كتماركي باش حتى لا قدر الله جات شي زاويه ولا جات شي حاجه وتماركات عليك كتكون دايره ديفيرونس. ما انت هادشي عند زيمباور وتهضر معاه الله يرحم باكينه مسير
هز ميكرو ديالك وقول لي الله يرحم والديك السي زوم. بغيت نسولك كيفاش كتكون سير لو بون وانت رابح واحد الزيرو وكيبان لك بانه راستون ترينر؟ راه اي واحد دابا من الجماهير ديال فريق الرجاء غادي تسولو غادي يقول لك انا كنتفرج وشادني الخلعه ما مامنش. عرفتي علاش؟ انا واحد الزيرو ما كاينش فينا هو فينا هو الامان فينا هو داير يا راه كنتي ملي قلتي هو في الفريق الرجاء هو في راه هذيك الطريقه ما غاديش يحب هذا المدرب حيت هي ماشي ديما كتعطيك نسبه النجاح كتقدر بواحد اكسيدون فخبارك راه يتمركا واحد بيت بالراس راه اوروزمون هذاك اللي ضربه عطاه الزنيتي راه شداو باسها كاع الزنيتي باس الكره في دوزيام ميطون وقيله في دوزيام ميطون نشوف لا لا بريمير ميطون لا بريمير ميطون خرج من وسط اللعابه وكومارك هذاك الكره بحال هكاك كيفاش غادي ما نقولش كان الرجاء ما ترجعش ولكن كتشوف القضيه شويه صعيبه خاص انا ما كنظنش بانه هذا المدرب ما تيهضرش غادي يكون كيهضر غادي يكون كيهضر ولكن نفس الامر كيتكرر في ثقيل هذاك الشيء مولي يتكرر في المباراه ثقيل انا علاش سولتك على واش ليفيكاسيتي ولا يعني واش الفعاليه ولا الجديه لا جوجهم لا بغيتي دير بحال هكا حيت الوقت حيت الا ماركيتي تسمى هذيك هي الجديه راه غادي تدخلها انا ملي كتبدا ما كتبقاش جديه على تاهل الرجاء لمواجهه حسنيه اكادير وحسنيه اكادير هو اللي غيستقبل بملعب ادرار باكادير اولمبيك خريبكا راه تاهل وغادي يستقبل المولوديه الوجديه اذا ديجا عندنا جوج ماتشات واحد في ادرار وواحد في ملعب الفوسفات بخريبكا متاهل اخر تيطوان ما عرفتش واش كاين فاصله مراد ناخذ فاصل ونرجعوا ان شاء الله نتكلموا على المغرب التطواني وشباب السوالم السلام مرحبا بك في حلقه جديده من فن الطياب مع دامتي اليوم غنجاوبوا على اكثر سؤال كيتطرح علينا اشنو هو المكون اللي كيدير الفرق في الطياب دامت البنه ديال دامتي بالتوابل 100% بيو يمكن تستعملها في كل شهواتنا المغربيه مع البقري الدجاج والغنمي وحتى في الشهوات العصريه الخفيفه مع ليكيش الكراتان الشاورما والبيتزا كتزيدهم واحد اللمسه خاصه هذه كانت نصيحه هذه الحلقه نتلاقاو في موعد جديد من فن الطياب مع دامتي مع دامتي طياب فن ومتعه 9/21 امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوا الصح وكيدوموا مده طويله اير اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600 البطوله من 9:30 ل 11 الليل مع المدير فخر الدين وايمان على شادي فام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادي فام والله العظيم الا كاين هذا الشيء عند فخر الدين جلس مرحبا بك اولي عبد العالي مرحبا جلس مرحبا بك اولي تحيه لعبد العالي ديال السي الجمع تحيه الناس ديال برشيد ديال الجم اجي انت ما تدخلش اجي جلس برشيد لا صافي احكام لا راه فيها هو في المدينه لا برشيد هو فيها كنهضر على اليوسفيه برشيد لا هو في برشيد لا ما حد الحاج بيضي تما لا برشيد وصافي لا برشيد الله برشيد تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين متأهل آخر فخر الدين هو المغرب التطواني على حساب شباب السوالم كيف شفتي الماتش ديال البارح؟ هذاك الغارديان دابا كيقول لي هذاك حنا ما مقادينش يلاه بغينا هاكا سيدي انا غادي دابا شفت بحال هذوك كنقول لهم انا ملي كنت في البون تقول لي وحنا ديجا مدقدقين تنقلبوا على هذا وكتزيدوا انتم تضحيوا ملي كيدير شي غلط شي واحد سيرتو بالطريقه هذه دير ذاك الكونترول هو شوف الغلط كاين غير هو بعض المرات اغلاط اللي كتأدي بك على انك كتخسر ماتش ما عندكش حق ديرها كنتفرج دابا في هاد ومازال حنايا ما عندناش البريسينغ ديال الانجليز انا راه كنتفرج اونانا البارح ودوك لي غارديان بيت كيفاش كيمشيو لهم ديال ارسنال وديال ليفربول والله مولين ما كيخلوك ولكن مالغري داكشي حيت تيلمو كيترينيو عليها تيخرجوها و
وحنا هنا ما زرها غادي بعشرة في الساعة وداها لي هذاك جا كيجري من وقلع عليه الكرة ودخلها وبقى كيشوف فيه وبحال ما يقول لهم مالكم ما كانش ماتش مونير على اي ما انا كاسعار ما كنبغيش نحكم على على الريتم كنقول واقيلا هاد اللعابه ولا المدربين كيقلبوا على لا فيكتوار اكثر ما كيقلبوا على واحد عندهم 90 دقيقه الله يعطيك الصحه عندهم 90 ولا 120 فوالا ولا 120 هادشي اش كيكونوا يقلبوا ما كاينش مغامره كثيره ما كاينش بينو بينك شباب رياضي ستالمي علاش خصو يبحث علاش قلت لك داك النهار انا على البقاء صافي تبقاش تقول لي هذاك النهار تناقشت انا وياك كنت كاين بعض الفروق الا ما سخرش الله بلا ما تقلق بلا ما خمم في الماتشات اللي عندك بحال دابا هما وجده ها هي وجده باقا غاديه الحسنيه دابا هذوك هادو اشتكوا واحد وقيته من الماتشات اللي جاوهم بزاف لا سكيتيوي ولا فوزي جمال هما جاتهم لوكازيو باش يكونوا واقعين اني منين وكيرتاحوا كيريكيبيريو هما داخلين دابا كيلعبوا وعلى اين فريق المغرب التطواني سيستضيف المغرب الفاسي اذا غنشوفوا مباراه ربع نهائي في ملعب سانيه يلا كانوا لاعبين عندهم عاوتاني هادو وربحاتهم فاس ليه شحال ماتش غيتعاود فكرتي فكرت عقلت عليه يلا غيتعاود شحال ماتش غيتعاود دابا السمانه الجايه عاوتاني ملي غترجع البطوله راه شباب محمديه ثاني مع الرجاء في البطوله في البطوله مزيان بعد استئناف البطوله راه خرج البروغرام ديال الدورتين 25 و26 كانوا غير يتسحروا ويعاودوا معاهم ديك الساعه يقولوا لهم هو التسبيق ديال يرتاحوا يتسحروا اجوا يلعبوا ديال السمانه الجايه من دابا السمانه الجايه يلعبوا دابا نيس مورا العيد سي مونير اي قريت التعليق ديالك شكرا الاحباب الغاليين تحياتي سي حميد ازول اخي مونير اكديد الله يبارك فيك خويا ايمان اكون كله يحفظ ربي من باريس هذا مصطفى الحيان ياسر قموح سي فخر الدين الريال والسيتي غدا في البرنابيو شي تحليل ديالك خويا اش حياني الله فينال بحال هذا الماتش هذا فينال قبل من الفينال بغيك تمشي تكلاس باقي كتفكرهم هذيك ديال العام اللي فات الريمونتاد هذيك اللي كانت فيها اربعه ولا ما عرفت ديال العام اللي فات هذا كتكلاس وكتسنى بحال المسرح كتسنى سبيكتاكل شنو غادي بحال الماتش ديال ليفربول مع يونايتد داكشي اللي وقع ماتش ما عرفناش اش غيكون فيه واحد زيرو واحد لواحد جوج لواحد ولا بينانتي جوج سيمونير سول الفريق باش كان كيوزن اللاعب قبل ما يشوفوه في التيران واش فاش كيشوفوا ثم فاش كيشوفوا في التيران ثم بصراحه دابا واش كيبان ليه في الرجاء كاين لعاب ولا جوج اللي كيجري في التيران ويتخبى المهم هو مدرب وفاهم لا شوف هذا سؤال شوف هانكوات قضيه الشيء المدرب ما قليل المدرب اللي تقدر تدوز عليه سيرتو ملي كيكون ماتش ملعوب شي واحد لقيت انا كنت كنظن بانه المدرب باه كان غادي يزرب على بوزوق هو الاول قبل ما زرهوني وقبل من نفاتي في لي شونجمون اللي دار لانه على الاقل كيبانوا لك هذوك الدراري فايتينو شويه بديك كيدخلوا وكيديروا هو عنده ذاك اللعب وهذا غلط ديال المدرب لان الا طول معك هذا اللعب حتى دابا وباقي ما سقلتيش راه هنا باش كنقول لك انا الدور ديال المدرب راه خصو يكون عنده دور راه يقدر يجيني واحد الجوار بهذاك اللعب اللي عطاه الله كيجي ولكن راه خصني نصيبه باش يلعب لصالح الجماعه لا ماشي الجماعه يا اما غادي يتقاد ولا ما غيتقادش يولي ذاك الفردي صالح الكوليكتيف مش عام واحد كيتكلم على غوارديولا شحال واحد كيتكلم على انشيلوتي شحال واحد كيتكلم على المدربين بحال كلوب وداك الشيء اتونسيون لا ريغور يا إما تعطيني داك الشيء اللي بغيت انا ودير ليا ولا الله يعاونك بركان البارح ما طلبوش التسليم من ابو سليم راه ابو سليم اللي ما طلبوش التسليم سيغتون بونور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رزقكم الله الصحه والعافيه وسعدكم في الدنيا والاخره وبشركم بما يسركم وكف عنكم ما يضركم ورزقكم حلالا يكفيكم الله ربي يا ربي وابعد عنكم كل شيء يؤذيكم صلى الله يحفظك وداش الله يرحم والديك اخويا فاطمه النار بارك الله فيك لينا وليك سعيد ولفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا رجاوي عزيز عليا فخر الدين تمنيتو كل عفو الرجاء البيضاوي بالغلي تحياتي ولا تمنيتو انا هو تمنى ولكن راه شوف الاقدار عاوتاني راه شحال انا مشيت ليطوال قبل الوداد قبل الوداد انا مشيت ليطوال مشيت مع شي دراري صحابي كيلعبوا معايا داوني ليطوال ديك الساعه كويريه هما في ليطوال تيلعبوا
ودوني ودخلت ميم با 5 دقائق هذاك المدرب هو يجي عيط عليا قال لي سير تصور ودير وجيب لي داكشي مشيت ما رجعتش علاش علاش كان عزل لي الدرب انايا كنلعبوا في الدرب بزاف كتلعب كل حاد وقلت ديك الكره المنظمه لا والو هذاك الشيء ديال ماشي المنظمه تاتس من المنظمه لا ملي غتمشي تلعب فرقه الفوتبول زعما وين دخلت تا هما ملي درت معاهم التيست جري عليا جري عليك اللي قلبناه قلبناه ولي طيح انا جيت تصاور وسبحان الله العظيم عاوتاني رجعت للكارتي في كنلعب ومن بعد عاوتاني عاد طلعت لتيرا الوداد شو الاقدار الاقدار سلام سي منير شفنا بعض اللاعبين القدامى ديال الوداد انخرطوا انا مازال ما شفتش شي واحد بكل امانه ولكن الاغلبيه مازال بغيت نعرف واش من الاحسن تهضر من الداخل او يكون عندك صوت المنخرط ولا تبقى تدوي في المنابر الاعلاميه سي راني نجاوب انايا ولا بغى فخر الدين يجاوب جاوب جاوب انا بالنسبه ليا ما يكونش داك الخلط عاوتاني واحد هو محب للوداد ولا الوداد هذاك شغله هذاك بغى ينخرط هذيك مهمه بوحدها وكين هذا لا يمنعه هو انه عنده المهنه ديالو كمحلل ولا المهنه ديالو ك مثلا اش غنقول لك ولا خدام في شي فريق ولا عنده شي حاجه اخرى يعني هذه ماشي هي هذه يعني ماشي بالضروره ملي انك الا كنتي منخرط يولي عندك صوت اي الا عندك صوت راه عندك صوت فوالا عندك صوت راه تقدر ما منخرط ما محلل كاع ما كتشتغل في المنابر وعندك واحد الصوت ملي غنعيط عليك السلام عليكم فلان كاين مالك انا كيبان لي عندنا عندنا عدد كبير دابا كيتصلوا بينا ديال الناس من امريكا من من كندا من المغرب اصدقاء ديالنا وداكشي عندهم راي ديالهم في الدراري ما تخلطوش كان عندهم تدخل ديالهم عندهم سميتو السلام عليكم واخا باتريوت الوقت الذي اضاف الحكم طبيعي ارجع شوف الشوط الثاني ستجد حرفيا انها ضاعت 10 دقائق لا راه قلت لك اخويا انا حتى حنا قلنا الحكم هو اللي مقاتل فوالا استثناء هذاك ديال الوقت ما عندي من دابا هما شادين في الوقت وفي العشر ما عرفتش انا فاش شادين شادين في الوقت امونير شادين في الوقت وفي العشر دقائق ضاعوا اكثر من 5 دقائق عند تسجيل الهدف فوالا هذيك اللي قال لك ما يرجع لها قال لك هذيك من موراها تما فين وقع الغلط وتسجيل الهدف والغائه وسقوط الفريق الليبي الحكم حرم بركان من ضربتي جزاء انا لخصت اخويا داك الشيء قلت شوف نعطيك انا واحد الخلاصه كنتمنى هذه مباراه ماشي في صالح ديال بركان اللي وقع في المباراه اللي وقع شوف هذه مباراه ككل هادشي اللي وقع فيها بركان غادي خصها تعرف راسها بانها من بعد مع اتحاد العاصمه خصها توجد خصك توجد وانا نقول لك اش كاين خصك توجد خصك تدخل توجد فرقه على اساس تمشي تربح وما تشوف لهنا لهنا ودير ليكار ودير هذا باش تبقى هاني لانه دابا مشكله تبقى تروح ثلاث اسبوع مشكل صديقنا عاوتاني صاحب التعليق ديال سيرانيد قال لك هي انخرطوا لك الاغلبيه مازال بغيت نعرف واش من الاحسن تهضر من الداخل ويكون عندك صوت منخرط ولا تبقى تدوي في المنابر الاعلاميه راه نعاود راه تم الداخل تم الداخل غير هو ديال الداخل عاوتاني عنده واحد المسؤوليه اخرى لكن شوف حنا نتمناو شوف منير دابا واش المشكل في المنخرط لا نصحح لا لا بلاتي غير بلاتي راه تهدي لا لا تهدي الله يرحم باك الخط صحح صحح ما كاين واحد الخلط خلط يلاه راه المنخرط ماشي غيدخل حيت الصوت فوالا راه سيشارك في القرار صاحبي القرار فوالا راه عنده شي اليات المنخرط هو هو الاداه المصححه العمل نقول لك على هاد السنوات اللي مضات كلها مع سعيد النصيري على ما كنا كناديو المنخرط صافي المنخرط الدور ديال المنخرط واخا ولكن باش جاوبك المنخرط ما كانش اش كان كيقول لك نهار استضفنا راه مسدود علينا الباب نهار استضفتي انت هشام معناوي هشام اش قال لك قال لك راه مسدود علينا الباب اذا صوت المنخرط كان مغيبا صافي ماشي راه المنخرط الناس اللي داروا واخا كيقول لك دابا قانون المنخرط تجاوزه الزمن وداك الشيء راه في 95 كنظن 95 المرسوم ديال 95 فاش جاو راه داروا بواحد المبدا ديال ان ما يبقاوش اللعابه هما اللي كيفوطيو وعشتي انت هذيك الحقبه فخر الدين ديال اللعابه هما اللي كيفوطيو قال لك بغاو كيفاش عشتي ويلي عشتي ديك الحقبه وكان فيها ما فيها بزاف ديال قالوا بغاو الناس برلمان على اساس ان هذا المنخرط يكون هو مسير المستقبل اللي كتدخل تشارك في القرار لا فيما كيكون هذاك المنخرط علاش دار هو صوت الجمهور بطريقه قانونيه هذاك الجمهور اللي كينادي
وكيبقى مسكين باغي هادي وباغي هادي ولكن ما بيدو حيلة. شكون هو اللي غيدافع على داك الجمهور؟ المنخرط. اش كيدير المنخرط؟ كياخذ داك الشيء من عند الجمهور. اشنا هو حاجة اللي ضرنا وضراكم؟ اللي ضر الجمهور بصفة عامة، ما نتكلموش حنا بصفة خاصة. ضرنا هذا، ما عجبناش التسيير، ما عجبناش هذا، ما عجبناش لي جون. هذوك المنخرطين كيقلوا داك ولكن الاجتماعات ما كانوش. عاوتاني انت هادي عاوتاني. هذا هو المشكل. العبدات اش بغيتي عندنا خويا؟ مالو مسكين العبداتي. قال لك سي مدير كون على يقين وبحال شفتها بعينك انه هاد التيكيته ديال بركان غادي تزيد تلصق فيه بالمزيان، نهار غادي يولي منافس شرس على البطوله وعلى الشامبيونز ليغ. ايوا وهذه حد الساعه التنافس على البطوله راه مازال ما يسرش فيه الله. اه فوالا بصح. وشوف شحال من عام دابا. اه وابرزها كاع عام 2020 فاش كان مع الوداد والرجاء. ولا كانوا باغين كانوا وراك تخبارك حاطينها في، ولكن ما كت وين مشات؟ ما كتكملش داك الماتش ديال الزمامره ديال الزمان اللي كانوا قال لك اللي قال لك مربوح الزمامره غادي بالفريق الثاني و ومنين بغات ملي بغات ما بغاتش. نذكر بالرقم الهاتفي للتواصل مستمعينا الكرام 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع بدايه من هاد اللحظه. مساء الخير خويا منير وفخر الدين، تحيه من مدينه ميسور، مزيد من تألق ونجاح. سي بوطيب بن طاهر الله يكثر خيرك سي بوطيب. هاد صدقوني وعقلوا على كلامي شنو ما كنبغيش راه كاين بدا واحد دازو فرق اللي سيرهم ناس نافدين في الدول وسير قلب دابا على راه كاين اللي ما عاش مع ما عاش معهم راه والله العظيم سير قلب على ما مصير هاد الفرق من بعد. دونك بلا ما تطرح التساؤل وتقول عقلوا على انا نتمنى ما يوقعش هادشي اللي كتقول. نتمنى يكونوا الناس ولكن قدامنا دابا بعض الامثله راه غير قبل امس القريب كانوا هاد اللي كتسميهم انت مول الشكاره جابوا بالامكانيات الماديه ديالهم في الاخر الفرق تعاني دابا تعاني الفرق تعاني. واخا لعبوا الكره وبركه من البساله اللي عنده يفوز بركه من الكولاسه والله هاد افريقيا لا تنظمات ما حد باقي فساد المسؤولين وشراء الحكام. ولكن سي حميد اثبت يلا راه حتى حنا في المغرب راه تشكينا بزاف من هادشي واقلب شوف طيله هاد السنوات شحال من فرقه مغربيه تدقدقات نيت وعلى عينيك ابن نجيب لك الامثله. نمشيو عند سي عبد العالي مكناس. سي عبد العالي من مكناس مرحبا سي عبد العالي. السلام عليكم سيدي منير. وعليكم السلام سيدي عبد العالي. رمضان مبارك سعيد ونهار كبير والله الا واحد فرحه فرحان نقول لك. الله يحفظك اخويا عبد العالي وخويا منير وخويا فخر الدين اختي ايمان. الله يبارك فيك. رمضان مبارك سعيد وعيدكم مبارك سعيد مسبقا ان شاء الله. الله يحفظك اخويا عبد العالي. فريق فخر الدين. نعم خويا راك محبوب وغالي وعزيز واش نقول لك واحد المحبه عندك في القلب. الله يبارك فيك بارك الله. راني رجاوي وكنحبك في الله. كتعجبك هذه اخويا فخر الدين ياك؟ لا منير 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 هو اللي كتعجبو. اخويا فخر الدين. نعم اخويا عبد العزيز. والله اخويا فخر الدين الى شنقول لك الى المغاربه كلشي كيحبوك وحقك والحمد لله هذاك الشيء فضل من عند الله. كاع مال الكره رزق ديال الله هذاك رزق ديال الله والله العظيم اخويا فخر الدين واش نقول لك فخورين بك في هذه الاذاعه المحبوبه. بارك الله فيك بارك الله فيك. وتحيه خاصه اللي جابوك لينا الشهاده وحق الله. عرفتي علاش؟ فيها الناس فيها صراحه وكيقولوا الحق وكصراحه اخويا فخر الدين. اللي قدرنا عليه الله يحفظك يا عبد العزيز. كتبرز لي اخويا الغالي ديالي اخويا فخر الدين ما كذبش الغالي ديالي المرضي. وكلام الحق راه دائما تيكون مزيان. والله يخليك في صباحك يا خويا فخر الدين. امين اخويا بارك الله فيك. والله يعطيك ما تمنى جبتك الوليدات. الله يكثر خيرك خويا. الله يكثر خيرك. والله يعطيك شي حجه في النبي. امين. راه قريبه الحجه قريبه قريبه ان شاء الله. والاخت ايمان. ايمان. الله يحفظك يا عبد العالي. اقول لها تلف المسيره ديالها. الله يبارك فيك. وعاونوها شويه الله يرضي عليكم. لا لا والله ما تخاف. ما حد قال لنا شوف هاي تقبل تقبل شويه ديال الصداع وما تخافش ضروري خاصك مبتدئ خاصو يستافد من بيان سير على لا على بدا غتوكل على الله عبد العالي. اخويا منير. نعم اخويا. كنتمنى خويا شنقول كنتمنى الوداد حد سعيد ان شاء الله. والله العظيم بغيت تقاد الوداد وحق الله بغيت تقاد تكون وداد نيت والله العظيم كتجيني الغيره على الوداد وخا انا راجل كتجيني الغيره على الوداد المهم بغيت الوداد تكون وداد. ايوا ان شاء الله. قلت السميه ديالها وحق الله خويا فخر الدين ان شاء الله خويا ان شاء الله. وكنتمنى الرجاء حد سعيد في الكاس
ان شاء الله. واخا تجي دوز ياما ماشي مشكل. اه بروح رياضيه زادت الجيش حتى الراجع. ايوا هذا رأي ديالك انت دابا. ماشي مشكل اخويا لا لا حيت واحد اخر يقول لا اخويا لا ما سي عبد العالي اللي عنده نضرب صراحه صافي هادشي اللي كاين بصح اللي كيستحق اللي كيستحق يستحق صافي المهم غير شوف يفرجونا في هذا الاخر البطوله وصافي داكشي ما كان اخويا موني وشوف واحد الكلمه اخويا موني ومشي بحالي مرحبا تحيه خاصه لسي كمال اه كمال 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 دابا بلا ما تهضر معاه راه باقي ناعس من هذاك المخ مع داك المخ ديال ايوا من برا هذاك قدم التحيه والتحيه للمغاربه كامله الله يبارك فيك السعدي هذا المغض دخل لي الدماغ المخ ديال الغلم ياك لا عجل المخ ديال العجل في وسط حوته حوته راه حيات مازال المخ كون دار في الماء كون مشات الله الخلطه هذه مازال ما بغيتش ما بغيتش تلقى لي شي ربط علاش ما تقولش كيفاش نعس ها كيفاش غيكون نعس كيفاش نعس وكيفاش فاق وكيفاش هدار وكيفاش طبيعي ان القوي تواجهه اتهامات ولغط خير مثال المصريين والاهلي بلاتي نكمل التعليق وعندي واحد كاين واحد الخبر ريال مدريد طبيعي منافسك يمارس الضغط وحرب نفسيه الم يظلم بركان والحسنيه والجيش والرجاء والوداد اخر قلتيهم الجيش الجيش مؤخرا مؤخرا ودارنا على الساحل وهنا ظلمات كاع ماشي كوك شوف كاع الفراقي ديالنا كلاو العصا كلاو العصا كلاو العصا بالبيان بلا فار بلا والو نوض يلا الاتحاد المصري لكرة القدم صدر بالغ وجه شكوى للكاف يحتج فيها على ما تعرض له الحكم المصري ديالو البارح من اللاعبين ديال ابو سليم الليبي ايوا سي طفي نورمال يدافع على الحكم ديالو يدافع على الحكم ديالو حنا علاش الجامعه ديالنا ما صدرت حتى شي بالغ للدفاع على رضوان جيد في الكوب دافريك داك المشكل اللي وقع عليه ديال تواتكرفس تما داك علاش انا هنا نساند اي واحد قال لي مثلا هنا علاش رضوان جيد الاتحاد ديالو الجامعه ديالو خصها تدافع عليه حتى هي لانه غادي يلعب دابا عاوتاني المصري لاعبين جوج اللعبات هنا ولعبت انت جوج اللعبات ايوا لاعبين على حكم ولاعبين على تحكيم ديالهم ولاعبين على ولا وفيما تبقى من المباريات كيقولوا راه الخصم المرتقب ديالهم راه غادي باقى الزمالك الزمالك عندنا دريمز الغاني وانتم مع اتحاد العاصمه واللي جات فيكم هذه تجي عندنا لا ما كيلعبوا بعيد عن داك الشيء نمشيو عند السي محمد نمشيو عند السي محمد من الدار البيضاء مرحبا السي محمد السلام عليكم خويا منير الأبري وعليكم السلام السي محمد كنشكرك وكنشكر الاخ فخر الدين وكنشكر الاخ مستقبل المكالمات وكنقول عيد مبارك سعيد لكل الامه العربيه والامه الاسلاميه والله يدخلوا على سيدنا الله ينصروا بالصحه والله الاخ المدير العام ديال شدا اف ام وكل عاملين براديو شدا اف ام امين منهم الاخت اللي من البلاد عندنا كنفتخر بها ليها امينه احريز اييه والدكتور عبد الرحمن السكاج اييه وكذلك جميله ايوب واخ حسين شاب واخت امينه واخت ايمان كل عاملين براديو شدا اف ام الله يحفظك سي محمد بارك الله فيك والله ما نكذب عليكم شكرا كنحبوها من القلب ديالنا لان اذاعه بالنسبه لي اذاعه وطنيه بامتياز وانا صراحه كنثق فيكم بزاف الله يحفظك خويا منير الأبري بغيت نتكلم على واحد القضيه تكلمتوا على شباب محمديه أيه. شباب محمديه عقلتي راه في التسعينات جابوا احسن لاعب جزائري راه كيعرفوا في خرج رحيم رحيم وكانوا جابوا واحد اللاعب كيقولوا علي بيري هذاك بيري جابوا هذاك راه كان ديال البطوله ديال البطوله نعم اخويا فخر الدين ديال البطوله التسعينات كانوا كيجيبوا لعابه في المستوى بدون بهرجه بدون صداع وكانوا غاديين مزيان لاحظتي في هذه السنين الاخيره ملي جابوا داك سيموني وشويه قال غوارديولا وشويه قال جابوا واحد المقابله التكريميه لفرنسا جابوا القدماء ديال اللعابه ديال برشلون القدماء ديال برشلون وحنا كنا عارفينه بان هذا كان استغلال سياسي بغيض ما جرى الويلات على المحمديه ما جاب لها حتى شي حاجه مفيده المحمديه دابا كتعاني بسبب هذا الشيء هذا الكوارث اللي دار لك السيد اللي مشى بحالته دابا ندخل اخويا لكذلك واحد السيد هاد السيد كديك النوبه كنتو كدوا على المنتخب المغربي اخويا مولاي الأبرينا حيت كضربني الغير على الاذاعه وعليكم نتوما كنتو كدوا على المنتخب وكدوا نتوما على كوره ما كدوش على شي حاجه من غير كوره وكدوا على كوره في النطاق ديالها في السياق ديالها الحالي خينا قال لكم راه ملي ربحات المنتخب النسوي اللي كان حي فريق الجيش الملكي اللي جمعنا ديك الفرقه ملي ربح المنتخب النسوي زامبيا قال لك جمع ديك الفرقه ولكن كان عنده النصيب في مجموعه اللعابه اللعيبات اللي كاينين دابا كان حي الفريق الجيش الملكي تحيه ليه كان حي تحيه ليه واحد خينا قال لكم سكتكم
وانا ما فهمتش هادو كيخرجوا عندنا فين ما كيكونش انتصار لحد كيخرجوا لنا هادو كيقولك سكتكم ماشي مشكل مرحبا شوف راه هو اللي سكت دابا راه هو اللي ملي خد 200 درهم في الانتخابات وزالوا عليه في الاسعار راه هو اللي ساكت دابا راه ماشي انا محمد الله يهديك ولا راه لا وكيقول لك راه كيقول لك شي واحد واه ملي بان لي النشيد الوطني شدتني التبوريشة راه ما كنتش ملي خدي 200 درهم في الانتخابات ملي خدتي 200 درهم في الانتخابات وصوتتي على المفسدين ديال ما شداتكش التبوريشة واسي محمد راه هما اللي خرجوا على المفسدين واسي محمد نعم اسيدي خلينا في الكره الله يرحم باك عندك شي فكره اخرى واحد كيعاون هادو راه كيعاون شي حاجه كيتقبل حيت كيتقبل وخويا شوف خويا منير عبري يلا ارجع بنا الكره ارجع بنا الكره لان هاد الهضره عاوتاني ديال خداع وما خداع وداك الشيء شوف كلام في نطاق اخر في واحد الحاجه اخرى خصها اثباتات خصها ادله وحنا هنا عندنا واحد لونطين خصنا نحترمو عندنا شي ضوابط خصنا تنقيدين ديالها خويا منير عبري ارجع بيا الكره ارجع بيا الكره ارجع بيا الكره عرفت عليك اللي كيعاونك ملي كتكون شي مقابله شي فوز شي فوز شي فوز الله يجعلو بيكون وهمي كيخرجوا لنا التجار الوطنيه هادو راه التجار الوطنيه حنا راه عقنا بهم راه ما بقاش يدوزوا عندنا الدكاك راه عقنا بهم حنا في المنطقه السوس عقنا بهم كنقول لهم سيروا قولوا تحشبوا اسكتوا نقول لك اخويا رجع لك اخويا الوداد الوداد كانوا تكلم الاخ رشيد طورينو اييه الكلام ديالو في الصميم هذا الكلام ديال رشيد طورينو راه قلتو لفخر الدين في راديو مارس مع ايوب البصري في 2016 بان الوداد غدا الهاويه انا راه يطلبوني بدوك الالقاب هذا الالقاب انا ما باغيش القاب انا باغي فريق مهيكل باغي انا نادي الوداد البيضاوي نادي مهيكل بكل الفروع ديالو بكل الفروع ديالو اداره تقنيه مخاطب احنا بك احنا دابا المشكل الخطير انا انت غادي انت غادي نحط يدي على قلبي انا راه ما كنطعنش مني شد سمعني اخويا فخر الدين وانا قلت في راديو مارس مني شد سعيد النصيري شكون معاه؟ معاه مهدي مزواري ومعاه واحد كيقول لي ولد الشهبه تما صافي صافي طلع لي الدم صافي نعرف الوداد بشات الحالات الوداد تما صافي الاجندات السياسيه دات كتخدم انا كنتمنى من هاد الناس هادو انا كنتمنى دابا المنخرطين باش انا رشيد طورينو راه كنحيي داك الاخ راه كيعجز عليه انا كنتمنى من المنخرطين دابا اللي كاينين دابا يا اما غادي يسجلهم التاريخ بمداد من الفخر يا اما غادي يسجلهم التاريخ بمداد من الذل انا كنقول لهم الا حيت دابا راه واحد راه كيعيش في المحمديه راه خرج من المحمديه باغي يجي للوداد كنقول لهم نتوما الا دخلتوا هذاك نتوما اللي تحملوا المسؤوليه شكرا سي محمد قلت لكم اللي غتحملوا المسؤوليه تحياتي سي محمد شكرا بقى على العافيه اختي تشعل شكرا لك سي محمد عواش خبرك سي محمد شنو نقول لك مفرق الاخبار عندك كيغبر واش مالك كاع داكشي ديال انا راه كيكون سي محمد من كازا كنقول بلاتي الله يخرج الطرح بسلام بلاتي حنا غاديين بخير صافي لا ملي يكون عاول غادي يجبد لك اسمك سائل كله كاين انا واحد السيد هنا واحد التعليق بحال زعما داك اللي كيبغي يصحح لك شي معلومه وهو مرحبا وكاين مع كامل الاسف انا غنحترم السميه اللي سميتو مولاي احمد مولاي احمد احتراماتي ما غاديش علاش اش قال لك لا بلاش هو ما عرف خويا صافي بينك وبينه واحد غلط وكيبغي انت يصحح لك شي حاجه على اساس هي فوالا هو صح لي انت يا قول لي راك انت لا سميتو مولاي احمد انا غنحترمو ما كاين مشكل على الرسول العين سي منير ابو سليم ديال البارح فكرتني في ريتم كاس افريقيا الاخيره محال الفرق المغربيه يدوزوا للربع مستقبلا في الكؤوس الافريقيه بالاعتماد على بعض اللاعبين خير دليل اقصاء الجيش والرجاء واخرهم الوداد انا اللي غناخذ منك السي حسن هو ان الجيش الملكي والرجاء عندهم واحد المسؤوليه جسيمه العام الجاي في تشامبيونز ليغ عندهم مسؤوليه جسيمه ولكن بهاد لي زيفيكتيف اللي كاينين دابا اللي كتقال بحال هكا ولا صح ليا شي واحد لي زيفيكتيف كاليفيكاتيف لي كاليفيكاتيف نرضى يجي شي واحد يبغي يصحنا الفرنسي دبر راسك ليفيكتيف ديال الجيش كتحمل مسؤوليه ليفيكتيف ديال الرجاء خاصو يتعزز الا بغاو يمشيو في تشامبيونز ليغ خاصو يكون اكتيف خاصو يكون اكتيف الله يرضي عليك والتشامبيونز ليغ ما شتي فيها حتى شي ماتش هاد كان قالك شت سميتو شتي ترجو اسيك تي بي مازينبي على منين حكروا على دوك سميتهم ديال انغولا الاهلي الاهلي مع سيمبا مع سيمبا ولكن انت كيف قلت انا الحاجه يمكن الخريطه غادي تمحن فيها هذوك النتائج اللي كانت كتربح بثلاثه واربعه بواحد السهوله هادشي انا بان لي غادي ينقص انا بان لي راه داك الكاريفينال باقي هو لا هو الكاريفينال راه حيدات الوداد ورجعت مازيمبي شوف الكاريفينال انا متفق معك ولكن الاقصائيات عرفات مباريات اللي كانت صعيبه انا بعدا والله الا شفت داكشي غير تشاش لان ما كتقول ما عندنا غرض ما كاين ما عندنا ما نتبعو
تنظيم مباراة المحمدية ضد الرجاء كارثي، مكبر الصوت في الملعب، من لم يترك الصحفيين يقومون بعملهم في هدوء. انا مع كل اسف وبكل امانه ما حضرتش الماتش، ما نقدرش نقول شي حاجه. حاجه واحده اللي بقى تما هي داك النقل، داك الظلام وداكشي او لا والو بحال كتشوف. ما صعيب الحال. سؤال لفخر الدين واتمنى ان يجيب بكل شفافيه، الله كيف يرى مستقبل الكره المغربيه في ظل الاستراتيجيه الحاليه، وهل هناك بوادر تدل على الاشتغال لتجهيز بديل للقجع؟ فاصل ثم نعود وسنعود لفخر الدين ليجيب على هذا السؤال. مرحبا بكم عند روفاريا ديكو، وجهتكم المفضلة للأثاث المنزلي الراقي، تجربة وخبرة كبيرة من 1980. روفاريا ديكو معروفة بأثاث عالي الجودة اللي كيوفر الراحة والإحساس بالمتعة، صالونات، غرف النوم وديكورات منزلية. روفاريا ديكو الفخامة والضخامة لينا كاملين. زورونا في محلات روفاريا ديكو واستفدوا من العروض الاستثنائية على جميع منتوجاتنا طيلة الشهر الفضيل. محلات روفاريا ديكو مفتوحة حتى بعد الإفطار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بروفاريا ديكو 0522 89 68 00، أعيد الرقم 0522 89 68 00. روفاريا ديكو الفخامة والضخامة لينا كاملين. مالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف، بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا؟ تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوا الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. Devenez propriétaire à Arizona Park au cœur du quartier Victoria à Bouskoura, à 10 minutes de Casablanca et à proximité de l'aéroport Mohamed V, proche d'établissements publics, écoles, centres commerciaux et de toutes les commodités du quotidien. Découvrez dans un cadre tranquille, verdoyant et sécurisé nos appartements à l'architecture moderne et épurée, lumineux, équipés de 2 ou 3 chambres avec salon et 2 salles de bain à partir de 800 000 dirhams. En plus, bénéficiez d'un parking privé accessible par ascenseur et d'un jardin intérieur aménagé. Pour en savoir plus et réserver votre appartement d'exception à prix promotionnel, appelez le 0802 000 010 0802 30 010. Livraison immédiate. Daba Ketsnaï Shada FM. البطولة من 9 ل 11 الليل مع منير فخر الدين وإيمان على شادي فام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، وهذيك راه من مساوئ هذا النظام هذا ديال ايوا ديال الانخراطيه القضيه هذه، وخاصه الانديه اللي كتكون عندها ديك القاعده ديال المنخرطين كبيره. فخر الدين، جوابا على السؤال ديال صديقنا، كيف ترى كره القدم المغربيه؟ واش مبنيه على استراتيجيه؟ شوف احنا دائما كنتكلموا لا هنايا ولا خارج اذاعه ولا ملي كنكونوا مع الناس، الحقبه ديال فوز القجع ما كنظنش انا انه غادي شي واحد يستثنيها وما يتكلمش على ما كنظنش، لا اظن حقبه اللي هي فيها بزاف ديال الحوايج، منها الايجابيات ومنها السلبيات. كل واحد كيكون عنده السلبيات يكون عنده الايجابيات، يقدر يكون عنده ايجابيات اكثر. رياضات اللي هي عطات الاكل ديالها واشتغلات حوايجات اللي كيدير، ولكن كتبقى واحد النقطه اللي هي ما باقي ما وصلناش للمبتغى ديالنا اللي هما لي كلوب هما الانديه، وما نقولوش هما الانديه هي البطوله ديالنا اللي دابا الجمهور المغربي اللي هي المعيشه اليومي ديالنا هو البطوله الوطنيه، حيت المنتخبات كتبقى دائما عند الدول الاوروبيه ولا فيما مشيتي المنتخب منتخب، ولكن البطوله شامبيونه. انا ملي كنتفرج دابا في الانجليز وملي كتشوف هذاك الحراره اللي دايره بهذيك البطوله والفراقي، كتقول فين هو هذا المنتخب؟ ما كتفكروش ما كتكلمش عليه. علاش؟ لان البطوله غطات لك على
حنا لا حنا ولينا كنتسناو مباراه وديه او شي حاجه اللي فيها هذا باش كنتسناو نهضروا ونقول نتكلموا على منتخب وطني ولا على المنتخبات الوطنيه الوغ هو اليومي ديالنا اللي كنعيشوا اللي كيعيش المواطن المغربي هي البطوله الوطنيه هو تسير في هذه البطوله الوطنيه هما اللاعبين هما المشاكل هو التحكيم هو بزاف ديال الحوايج ولا بغينا نوصل للمبتغى ديالنا ونهزو ويكون اقلاع بهذه البطوله خصنا نهبطوا لارض منير ونشوف واش هي المشاكل اللي كاينه باش على الاقل ترجع البطوله ديالنا على الاقل على الاقل منير واحد المستوى ديال ما كان ما غاديش ترجع دانسولكو 100 ولكن على الاقل توصل 50 توصل 60 نشوفوا دي بون ماتش نشوفوا بزاف ديال الحوايج وشوف غير بعدا غير عدد المتنافسين ما يبقاوش جوج ثلاثه لا ماشي حتى المتنافسين لا منير المتنافسين راه با بروبليم اي تعزى هذا السي محمد من اي تعزى سي محمد سي محمد من اي تعزى مرحبا سي محمد السلام عليكم وعليكم السلام سي محمد اهلا وسهلا كيف حالك حبيبي لاباس عندك عنده شي مشكل في التليفون الله يحفظك الا ممكن تعطينا الفكره بسرعه سي محمد حيت ما نقدروش ناخذ الصوت ديالك بهاد لا انا كنسمعكم مزيان انا كنسمعكم لا حنا ما كنسمعوكش مزيان حنا ما كنسمعوكش انا البارح معكم العواشي نقول سي فخر الدين باقي عواشي الله يحفظك سي محمد الله يبارك فيك الله يخليك ان شاء الله العز لهنا والصحه الله يبارك فيك سي محمد بارك الله فيك شكرا سي محمد غير هذه راه ماشي حنا راه نقدروا نسمعوك ولكن المستمعين اللي خارج عندهم الصوت فوالا ما بغيناش حنا هنا ما كيجيش الصوت مزيان كاين واحد التعليق من عند صديقي سيمو واك نتمنى تكون غلطت غير في المصطلح انا ما غنقراش التعليق باش ما يتقلق عليا حتى شي واحد ولكن راه حشومه انكم تبداو عليك ان تفعل كذا كذا الا بغيتي تكون حر لا انا ما عطيتش السلطه انا باش تقول لي انت حر ولا ماشي حر ماشي عليا انا نهضر على حيدوا منكم هذه القضيه هذه نجي نطلب من شي واحد نقول له السلام عليكم واش غنقدروا نشوفوك هنايا مثلا ماشي راه خصك تكون هنا ولا ما كنتيش انت ماشي حر لا هذيك الاحكام سير خليها عندك انت بينك وبين راسك ملي تكون في شي قنت في الدار وتغطى مع راسك خلي داك الشيء غير بينك وبين راسك راه لا يصح هذا الشيء اللي كتقول واسمح لي يا سيمو ما بغيتش نقرا باش ما نضر شي واحد ثم بو مهدي السباعي واش الوداد 10 سنين وهي كتفوز بالبطولات المحليه والتشامبيونز ليغ وكيجي واحد كيقول لك العشوائيه ما هي عام ما هي عامين راه مرحله استغرب من هذه الخرجات الغير محسوبه راه عهد النصيري الوداد اصبحت عندها بصمه نجاوبك السي بو مهدي حتى واحد ما قال العكس ديال هذا الشيء حتى واحد ما قال العكس ولكن ما تعيشه حاليا هو نتيجه هذا الشيء اللي دوزتي في غياب واحد الخدمه اللي كانت كدار ما كنتي كدير والو بقيتي مقابل الفريق الاول انا ابصم عليها بالعشره كنت كنقولها هنايا سعيد النصر عنده واحد لا لوجيك كيجيب اللعبه ما عمر الفريق الاول ما كان خاوي من اللاعبين من 2016 17 18 وما كتحش شي داخل شي خارج مشى من بعد كاع النقاش كتلقاه جبران مشى عطوشي مشى رابح كتلقاه هذا ديما الفريق الاول وما كانوش اللعابه كيتباعوا زعما بسهوله استثناء ديك الصفقه الكبيره ديال بن شرقي بمعنى الفريق كان ديما تنافسي ولكن ديك الساعه خصك تكون عارف ان يوما ما ستنتهي هذه الحكايه يمكنش تبقى مستمر ديما بحال هكا دون شي حوايج اخرين اللي دابا عاد الناس كيهضروا عليهم بمعنى ان ما كان يحدث في الوقت السابق هو تسير نقولوا احادي الجانب ولا عشوائي ولا فردي ولا شي حاجه نمشيو عند السي سعيد في اكادير نمشيو عند السي سعيد من اكادير مرحبا السي سعيد السلام عليكم سي منير وعليكم السلام فخر الدين فريد الله يحفظك يا سعيد شكرا سي فخر الدين وي خويا ديال كمال ديال مراش فكرتني هاد ديال فتاح العلاوي ديال الشبرجل مع القديد مع القديد عرفتي عقلتي عليها عقلت عليها على يالي غنهضر باش نكون مختصر دغيا غنهضر على داكشي ديال الراجا ديال البلاغ اللي تلاح وكاين فيه واحد الفقره في الاخر قالوا غادي نرجعوا لك التفاصيل كامله وداكشي اييه الله يجازيك بخير شكرا الله يفكرك في الشهاده هذيك التفاصيل كامله بينا نعرفوا شنو خاص شوف ملي قالوا خاص يخرجوا والسلام عليكم الله يحفظك ميت تلوح شي قنبوله يعني فرقعها سير معاها جزاك الله خير ما تخليش وقت ما بدك تفرقع ولا باش نعرف شنو كاين ثاني حاجه
بارك الله في التبرايج ديال الرؤساء ديالك بحال دعيت انا نجي ديريك عيت منا بلا ما نقول نسمي ولا ندق ولكن ما صح الكلمات عاوتاني ما نستعملوهمش حفاظا عاوتاني ما عطيناش حتى باش ما نكونوش كنعطيو عاوتاني نسبو في عباد الله تحي انا محمدي انزلي عطيناش عطات الراجل عابه انا كرجل عطاتنا الزياتي عطاتنا طنيبر عطاتنا اللي مشات لي سميتو كاع قبل مشات لي سميتو عطاتنا لعابه الجرموني تا هو الافراج شحال لعابه ولكن باش يجي واحد تيبدا يهيج الجمهور يبدا تعطي هذيك الضربه هذيك من التحت باش زعما يوقع راه ما مرطيح لا هي لا الويده راه قلتيها انت وغادي تعاود تقال راه قال رئيس منا قال لي واحد السيد قال لي رئيس راجا سابقا قال لي راه غتضرب انت قال لي هي ما تزياد قال لي راه غتخرج انت وزياد قال لي راه غيضربك ولا غتربح ولا غيربحك قال لي ولكن راه ما عمرها تموت قال لي زائد حاجه غنهضر انا زيمباول انتقدت واحد النهار لحدود الساعه راه غادي مع النتائج الحمد لله انا حاجه وحده ما باغيش توقع لينا هي كيما وقع المنتخب ديال الزاكي فاش ما خسر حتى ماتش وما تاهناش لكاس العالم 2006 حتى تونس خسرت خسرت مع غينيا خسرت مع غينيا اللي كتسميتها كوت ديفوار خسرت توغو خسرت والمنتخب اللي ما خسر حتى ماتش ما مشاش للمونديال هادشي اللي باغي نتمنى تحياتي سي سعيد مبروك عواشرك اخويا شكرا ميد مولاي الشريف وهذا الشيء اللي كتقول راه صعيب شي شويه قال لك بعد نجاح تجربه بناء الكره المصغره ببناء المنتخب الاول وبعد ذلك الفرق باقي نقاش مازال كاين واحد الورش خاص هل يمكن اعاده التجربه للمنتخب الاول كتهضر على لو غرون فوت صعيب سي عربي راه كاين واحد غران ديفيرونس ما بين الفوت 11 والفوت فوتسال فوتسال فرق كبير لا في المتابعه لا في فاش ما بغيتي لا في الاختيارات فاش ما بغيتي يا منير في الامكانيات امكانيات لا بريباراسيون في الدول اللي كتواجه المنتخبات اللي كتواجه دابا حنا الفوتسال الحمد لله مسيطرين كنتمنوا ان شاء الله نوصلوا في كاس العالم ولما لا نمشيو الى بعد حد ما افريقيا فما كنظنش يا منير يضيع منا اللقب حاجه واحده اللي بغيت الكرون فوت ياخذها من الفوتسال هي دوك المعسكرات المتواصله ديال المحليين فوالا ياك فوزي القجع فاش قدم المدير التقني قال لي راه عندنا مسيو هشام دكيك ان موديل دو ريوسيت وصافي يلا موديل دو ريوسيت شوف دخلوا المحليين حتى هما خدموا معاهم قرب ليهم شويه لبسوهم داك القميص الوطني حسوهم بلي راه بالمناسبه كاين خبيره على ان طارق السكيتيوي بعد الالعاب الاولمبيه يمكن هو اللي يكون مدرب للمنتخب المحلي يمشي مع الشان بديله مزيانه انا تبقى تقلب هنا وهنا الله ما واحد السيد يشتغل ولكن عاوتاني هنا على حسب النتائج اولا بالسيرموني ثم باش غيمشي للشان اش من كاتيجوري داج عاوتاني واش ديال تختار صحاب 30 34 وهي اللي كيدير غتمشي تفوز بها وهذاك الشيء اللي كدير ولا غتخدم مع لا ما غتخدم مع زحزوح وايغامان ما كنظنش اموني ما كنظنش الفكر اللي باقي عندك هو هذا الشيء ديال وتمشي تربح اوكي قلت لك انا على حسب النتائج ديالو اللي غادي يحققوه في الالعاب الاولمبيه المغرب قادر ببناء نموذج كروي بدون تسرع عدم استنساخ التجربه الفرنسيه واسقاط التجربه المغربيه ريان عبير التجربه الفرنسيه دابا راه داخلك انت يا راه التعامل ديالك مدربين فرنسيين مؤطرين كل شيء انا كنتمنى راك قلتها لفخر الدين فاش تعلن النهار ديال التنظيم المشترك بين المغرب اسبانيا والبرتغال نشوفوا هاد الجيران ديالنا الرياضيين الحقيقيين واش نقدروا نبدلوا معاهم شي ناخذوا منهم شي حاجه ناخذوا معاهم شي حاجه وصلنا لنهاية حلقة اليوم أخي فخر الدين تحية لك منير مراد وجميع الصديقين وصديقات البرنامج اللي كان بالنسبة للمستمعين ديالنا الكرام إلا كان غدا إن شاء الله إحنا بعد المغرب غنعرفوا واش غدا واش العيد غيكون نهار الأربعاء ولا الخميس إلا كان يوم الأربعاء هو العيد فإحنا ما غاديش نكونوا غدا إن شاء الله اللي هو ليلة العيد ولكن كان إن شاء الله العيد هو الخميس فإحنا غادي نجي ونخدموا غدا إن شاء الله بحول الله وقوته تحية لكل الأصدقاء شكرا مراد كان معنا في إخراج حلقة اليوم إلى اللقاء